السلام عليكم خوتي خوتاتي، مرحبا بكم في قناة زهر العربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لا فيديو ديال طرقات ديال الزيتون، كيفية الاستعمال، يعني طريقة تقليدية زوينة بزاف كتجي هائلة. المهم اولا وقبل كل شيء، الزيتون ملي كنحيدوه من الشجرة كيكون باقي جديد، كنغسلوه كنقيوه وكنشفوه. ملي كنشفوه كنديروه في هاد الاكياس كما كتشوفوا. انا راه ديجا تقريبا 15 يوم هادي باش دير هاد الزيتون، هذا عندي تقريبا هنا واحد 10 كيلو. المهم كنديروه في هاد الاكياس، درتوه فرقتوه على جوج، درتوه في هاد الكيس هذا وهذا كما كتشوفوا، وكنت حاط عليهم هاد الجليجة هادي مع تقيلة تبارك الله، هانتوما كما كتشوفوا قيلة ما حدي ديراكا كيتزل عليها الثقل، هي كتطلق هذا المرجان هذا انتم كما كتشوفوا. وملي كدوز هذيك 8 ايام ولا 10 ايام كيهبط هذاك المرجان كتولي الزيت. ها تقريبا المرجان مع الزيت، وهذا المرجان اللي كيتكب هنا كد ما تلوحوه ما والو، جمعوه وديروه في شي قرعه راه كيصلح للجميع، يعني فيه فوائد. انا بلا ما ندخل لكم في التفاصيل ديال الفوائد ديالو، ولكن المرجان هذا، المرجان هذا مع مخلط بهذا الزيت هذه ديال العود يعني فيه فوائد، كيقولوا ربما صالح للكزيما، صالح للمسائل اخرى يعني باختصار. المهم ملي كنديروه مده 15 يوم كيبقى يطلق هذاك المرجان حتى كيحبس. فين ما عمرات هاد القصعه من هنا في هاد لابارتي هادي كما كتشوفوا، فين ما عمر هنا كنخويه عاوتاني الغد لي كنلقاو تاني عمر كنعمر واحد القرعه. دابا 15 يوم هادي باش صوبنا هاد الزيتون هذا، ها هو تبارك الله، ها هو وجد، ها هو لا الطريقه هادي كما كتشوفوا، ها هو طاب. دابا الطريقه اللي غادي ندير، وهو هاد القصعة هادي غادي نقيها من هاد المرجان هذا مزيان، وغادي نخوي هاد الزيتون في هاد القصعة هادي ونفرقو مزيان هكا، وغنديرو في الشميجة. ومن بعد إن شاء الله ملي ضربو الشمس وداكشي غادي ندير له سميتو. وديجا نسيت ليك ما قلت لكمش بأن ملي كنديرو الزيتون في هاد الأكياس هادو، ما حدنا كنكبو الزيتون وكنرشو بالملح، وسيرتو الملحة الحية كترش شويه تحط شويه الزيتون، كترش بالملحه، حطيتين شويه الزيتون ترش بالملحه، تحط شويه الزيتون ترش بالملحه، باش هذيك الملحه كتخلي كطيبو وكتحتفظ عليه. وان شاء الله في النهائي ديال هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الطريقه باش كنرافقو كنديرو معاه الحوايج اخرين باش كيجي بنين وكيتكال ما نعرف. خوتي خواتاتي، كما قلت لكم الزيتون اللي كنا حضرنا اللي كنا وجدنا باش نوجدو شحال هادي، دابا راه مدة 15 يوم هو وجد، راه طاب وبقالو يدابلو التوابل ديالو. وكان الا كان كتير ولا سميتو كتخرجو لواحد الكمية اللي غادي تاكلو، كديروا له التوابل وكتستعملوا حتى التالي عاوتاني كديروا نفس الطريقه. دابا انا تقريبا 15 يوم هادي كان كي يوميا كيخرج للشمس، ضربوا الشمس باش كيرجع كيطيب، ما كانت فيه المليحه كما قلت لكم في الاول. ودابا غادي نوريكم التوابل اللي كنديروا. التوابل هما هادو كما كتشوفوا، عندي كزبر مطحون وشوية ديال الهريسة طحونة أو الكمون، هادو هما التوابل. يعني أي حاجة كدير واحد القدر ديال الزيتون اللي غتاكلو غديرو مع التوابل على قد الكمية ديال الزيتون اللي عندكم. على بركة الله كنديرو واحد شوية ديال الكزبر بحال هاد الشكل هذا، هاي طريقة. شوية ديال الكامون، الكامون يكون كتير القزبر،
شوية ديال الهريسة على هاد الشكل، كندوزو العناصر على هاد الشكل. يعني التوابل كيدخلو لهاد الزيتون هادو كيعطي واحد المذاق رائع، ما هو مملح. دوزو في اللول كنديرو المليحة، المليحة الحية، ملي كتدخلو هذيك التوابل كيجي فيها واحد المذاق رائع. واللي عنده الزعتر يضيف الزعتر، الزعتر كيعطي واحد الذوق. كنضيفو واحد شويه ديال الزيت، زيت العود ولا زيت البلدية ولا زيت الزيتون، كنحركوه. دابا الزيتون ديالنا هو وجد، وكل صباح كدير واحد الكمية في التبصيل، وعلى بركة الله كيفطر بهم الإنسان، كيجي الزيتون بعد الزيت ديال الزيتون كيجي رائع وهائل. كنتمنى إن شاء الله ديما في المواسم ديال الزيتون جربوا هاد الطريقة، راه كتجي رائعة وزوينة، ما فيه لا صودا لا والو، كيجي بنين وصحي. وتبارك الله عليكم، وشكرا على المتابعة ديال الفيديو هذا. وكنتمنى من الأصدقاء الجدد ما يبخلوش علينا باللايك ويفعلوا الجرس، والإخوة اللي مشاركين معنا في القناة، قناة زهور العربي، كنشكركم بزاف بزاف على النصائح والتعليقات ديالكم، نتوما اللي كتشجعونا ديما باش كل مره غادي نديرو فيديو وندير لكم شي حوايج زوينين ان شاء الله بحول الله. بارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.